جزاكم الله خيرا. يقول أعطي زوجتي حبوبا لمنع الحمل نظرا لظروفها الصحية، فما الحكم؟ حبوب منع الحمل فيها تفصيل، إن كانت لتأخير الحمل لكون المرأة مريضة أو لا تتحمل الحمل في الوقت الراهن وتريد أن يتأخر الحمل إلى وقت آخر تكون فيه مستعدة لاستقبال الحمل فلا بأس، تأخير أخذ الحبوب لتأخير الحمل لا بأس عند الحاجة. أما إذا كانت الحبوب تقطع الحمل هذه لا يجوز أخذها إلا عند الضرورة، إذا كان الحمل يقضي على حياتها لو حملت إنه يجوز أن تأخذ ما يقطع عنها الحمل لأن هذه حالة ضرورة. نعم.